مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حوار جديد من حوارات في الجول. في العصر الحالي كرة القدم صناعة، والصناعة من غير فلوس لا شيء، وعشان كده ضفنا النهاردة واحد من أهم أسباب نجاحات الأهلي، واحد من رجالات الأهلي والمسؤول الأول عن توفير الأموال اللي بتوفر النجاحات اللي بتشوفوها للنادي الأهلي. ضفنا البشمهندس خالد مرتجي. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بيك وأهلا بسادة مشاهدينك الكرام، ويعني متشكرين على الاستضافة الجميلة دي، ويا رب كده يجعلني ضيف خفيف عليكم. أكيد إن شاء الله. أولا كل سنة وحضرتك طيب، طبعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والشعب المصري والأمة الإسلامية كلها طيبة، وإن شاء الله كده يا رب كده دايما نبقى من أحسن حال بإذن الله يا رب دايما. أكبر عيدية خدتها إيه في عيد الأضحى تاريخيا كده؟ كنت بتاخد عيدية من مين، وأكبر عيدية خدتها كانت كيف؟ بص، أكبر عيدية إن أنا اسمي خالد مرتجي. أكبر عيدية في تاريخي أنا كلها إن أنا بنتمي لرجل محترم ربنا على المبادئ، وربنا على القيم، وربنا على حب النادي الأهلي وحب الوطن. فدي بالنسبة لي إن أنا أحمل اسم يعني الفريق أول مرتجي باسمي خالد مرتجي، دي أكبر هدية يعني ممكن تحصل لأي حد. أكيد شرف كبير طبعا لحضرتك. بس كمسؤول بقى بكمان بقيتوا بتدوا عيديات لقطاع كبير، مش بس لقرايبك أو كده، لأ ده جمهور الأهلي كله. وأعتقد كانت أكبر عيدية حصل عليها في دخلة العيد هو التجديد لثلاثي الأهلي اللي كان معقوده بتنتهي، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وحسين الشحات. مفيش شك طبعا. بص، خلينا نتكلم دايما زي ما بنقول، الأهلي هو صانع البسمة. يعني ما تيجي كده يعني حتى بشهادة الناس اللي لا تنتمي للنادي الأهلي، الأهلي هو صانع البسمة للشعب المصري. لو قلنا أن الشعب المصري 105 مليون، أنا بقول على الأقل 80 مليون بيحبوا النادي الأهلي وبينتموا للنادي الأهلي ودايما بيفرحوا للنادي الأهلي. فالحمد لله رب العالمين، النادي الأهلي ولد ليكون نمرة واحد. ما فيش شك ان اي حد فاهم يعني ايه معنى كلمة النادي الاهلي بالنسبة له الفانيلا، ان هو يلبس الفانيلا دي لقيمة كبيرة قوي. وحسين الشحات من ضمن يعني الناس اللي اقدر اقول عليها، كان هو ضحى عشان يجي النادي الاهلي بمبالغ كبيرة، ساب فلوس عشان يجي يلبس فانيلة النادي الاهلي. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. يعني النهاردة ما تيجي تبص على حسين الشحات السنة اللي فاتت، من اللعيبة المهمين جدا في السكواد بتاع النادي الاهلي. فأي حد بيلبس الفانيلا الحمراء مفيش شك إن دي يعني قيمة وإضافة كبيرة. وهي الفلوس مش كل حاجة. لما تيجي تقول النهاردة أنك أنت عندك 80 مليون، دي قيمة، دي فلوس برضه طبعًا. دي مش طبعًا. مش يعني دي 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 ليها قيمة. بس خباك يا باشمهندس، عندي هنا بس إضافة معلش لكلام حضرتك. أنا بشوف إن حتى اللي بيضحي بفلوس كتير جاية من بره في سبيل ان هو يلعب في الاهلي او طبعا الزمالك اللي هو الفرق الكبيره في مصر، يعني هو هياخد الفلوس دي بعدين. بالزبط. يعني انت حتى لو دلوقتي انت طلعت بره رحت النادي مش جماهيري واعتزلت، فانت علاقتك بكره القدم انتهت هنا، انما وجودك في نادي جماهيري ليك ظهير شعبي، فده معناه ليك مصدر دخل ثابت مدى الحياه 100%. انك انت تنتمي للنادي الاهلي دي بقول لك قيمه كبيره جدا. انك انت تبطل في النادي الاهلي برضو دي قيمه كبيره جدا. فما فيش شك ان اي حد يعني عنده ذكاء او عنده يعني فطنه يقدر يقول ان يعني النادي الاهلي يراهن على النادي الاهلي، ابطل في النادي الاهلي. وبالتالي الحمد لله رب العالمين، يعني النادي الاهلي بيصنع اجيال، بيصنع اسامي، مش بس لعيبه، مدربين. احنا لولا النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى ما كانش حد هيعرف فريق مرتجي، ما كانش حد هيعرف صالح سليم، ما كانش حد هيعرف محمود الخطيب. ففي شك ان جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي هو بعد ربنا سبحانه وتعالى وصاحب الفضل انك انت تبقى معروف في وسط، مش بس في مصر والعالم العربي والعالم الدولي كمان. طيب بصفه بقى حضرتك امين صندوق النادي الاهلي والمؤتمن على خزينه النادي الاهلي، هل الارقام اللي خدها الثلاثي رامي ربيعه وياسر ابراهيم وحسين الشحات تعتبر ان هي في سقف الرواتب بتاع الاهلي، ولا كانت عاليه شويه بالنسبه لي؟ بص، انا ما بحبش اتكلم في الارقام، خاصة دي حاجات بتبقى أنا بعتبرها حاجات confidential، يعني مرتب أو ده بيبقى حاجة شخصية أو حاجة. لكن النادي الأهلي عارف كويس قوي السقف بتاعه، وبالتالي هو بيمشي طبقا للمعطيات بتاعة السوق، طبقا للخلي بالك احنا برضو
لو اتكلمنا الناس بتقول لك النادي الاهلي هو اللي بيبوظ اللعيبه او لا، مش مظبوط الكلام ده خالص. انت النهارده لو شفت السعوديه وقطر والامارات بتدفع كام للعيبه وللمدربين، طبعا لا مفيش فرق مختلفه خالص. لكن برضو مفيش شك انك انت العامل الجذب بتاع اللعيبه او المدربين او بتاع هو جمهورك. طب فجمهورك ده بيساوي ثمن كبير قوي، وفي نفس الوقت احنا عندنا سقف بنشتغل وبنحرك عليه طبقا لمعايير ومعطيات السوق يعني، لكن عمرنا ما بنشط، بالعكس احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمشي. يعني قيمه النادي الاهلي ليها ثمن للاعب، فاهم ازاي؟ غير انك انت تروح تلعب في حته تانية، وليكن نادي غير شعب، غير يعني غير جمهور، وليكن مثلا نادي بيراميدز، انت ما عندكش جمهور، لكن انت النهارده بتضطر انك انت عشان تجيب لعيب تدفع له كتير قوي، لانك انت بت 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 بتوازن دي بدي. طبعا هو كل نادي بيبقى ليه الحاجه اللي هي بتميزه، في نادي ممكن يميزه اللي معاه فلوس كتير، بالزبط. نادي معاه جمهور كتير، نادي معاه جاذب بيفوز ببطولات بس مش غني، ايا كان كل بالزبط. نادي وليه بيستو. بس حضرتك قلت في حته دلوقتي في وسط كلامك ان هو البعض بيتهمنا كنادي اهلي ان احنا اللي بنعلي سقف اللعيب، يمكن ده الاتهام اللي وجه للاهلي تحديدا في صفقة صلاح محسن. تمام. لما جت قال ان هي بقى 20 مليون او 40 مليون مش فاكر، 40 مليون اه. ف يعني ايه ردك على النقطة دي؟ بص انا عايز اقول ان لكل مقام مقال ولكل مناسبة ليها ظروفها. يعني مش عايز اتكلم على شخص بعين او صلاح محسن، لكن دي كانت ليها ظروف عرضية وما الاهلي ما تحملش برضو جزء كبير منها. مش في وقتنا هذا. لكن كل اللي بيقول لك الاهلي والكلام ده انا شايف ان ده كله انا اسف اللفظ يعني شغل مصاطب يعني، او ناس بتتكلم بس مجرد انك انت بتحاول بقدر الامكان انك انت تقلل وتنقد وتنقد النادي الاهلي او تنقد اسلوب اداره النادي الاهلي. لكن في المطلق اما تيجي تشوف اداره النادي الاهلي سواء كوره او غير كوره، لا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنشتغل بمؤسسه محترفه، مش بنشتغل شغل انا اسف اللفظ واحد بيدير او عزبه، لا انا بشتغل مؤسسه، وبالتالي اي نجاحات بتنسب للمؤسسه ولا تنسب لشخص. انت النهارده ما الكابتن الخطيب لما كان موجود معنا في البعثه في المغرب، مين رئيس البعثه؟ رئيس البعثه اللي هو بيمثل مجلس اداره النادي الاهلي، والمفوض من مجلس اداره النادي الاهلي مين اللي نزل؟ كابتن حسام غالي. في كاس العالم للانديه اما انا كنت موجود رئيس بعثه، كابتن الخطيب موجود. احنا بنشتغل بطريقه مؤسسيه، ومش انا عايز اخد الدور وعايز اخد اللقطه وانا بابا وماما، مش الكلام ده مش موجود عندنا خالص. وبالتالي ده حصل مع حسام غالي، حصل مع الدكتور محمد شوقي، حصل مع الدكتور مهند مجدي، مع ان الدكتور مهند مجدي سنه صغير جدا وكلنا كنا متواجدين. فبالتالي ده يدل قد ايه النادي الاهلي بيشتغل باحترافيه، بيشتغل مؤسسه. اتعلمنا الكلام ده من يعني رموزنا ومن اجدادنا ومن ساعه ما النادي الاهلي بدا. شوف مين اللي مسك النادي الاهلي، كلهم بشوات مصر وزراء مصر. وبالتالي الواحد لما بيبقى جوه القالب بتاع النادي الاهلي ده بيبقى ماشي، عارف اللي بيبقى ماشي جنب الحيط، خايف انك انت ممكن غلطه تبقى تتخرج عن النظام. وبالتالي اي حد ما بيمشيش او ما بيسلكش الشانل او القناه بتاعه المبادئ والقيم والمسل والاداره ونظام القايمه الواحده ونظام الديمقراطيه وازاي مجلس الاداره وقرارات مجلس الاداره جوه مجلس الاداره، وبيشط تلاقيه على طول بايه بيطلع بره كان على جنب. بالظبط. امتى بقى ممكن الاهلي يخرج عن سقف الرواتب اللي هو حاططها عشان خاطر لاعب؟ هل ده ممكن يحصل اصلا؟ بص حاجه، احنا ارجع اقول احنا النادي الاهلي دايما بيشتغل بتجيب مدير فني. المدير الفني ده هو الرئيس، هو ده اللي يقول انا عايز كذا وكذا، فاهم ازاي؟ وبالتالي انت دايما بتديله المعطيات اللي هو عايزها عشان تعرف تحاسبه. لكن في الاخر برضو هي العمليه بادجت وانت في مصر، فهمتني ازاي؟ يعني ما ينفعش اروح اجيب لعيب ب 6 7 مليون دولار، يبقى انا راجل بالذات في الظروف اللي احنا فيها. لكن في نفس الوقت انت بتحاول تعمل كومبرومايز، وبلس انك انت عندك ادوات وعندك ناس بتحب النادي الاهلي وتحب تخدم النادي الاهلي وتحب تساعد. وبالتالي انت بتشوف اللي تقدر تعمله بأحسن حاجة، وبالتالي انك انت تجيب اللي هيفيدك في الحتة دي بس. لكن عمرك ما هتروح بعيد خالص او تشوط، لان في الاخر انت دي مؤسسة، والمؤسسة اللي دي تكسب فلوس او على الاقل تكايت، مش معقول
هتغامر وتنتحر عشان خاطر لاعب. هنيجي دلوقتي لحته المكسب والخسائر والكلام ده في مصر كلها مش في الاهلي بس، بس بشكل عام الاول حضرتك مش شايف ان الاسعار بتاعت اللعيبه في مصر، سوق اللعيبه في مصر، الاسعار حاليا لا تتناسب مع المستوى الفني بتاع اللعيبه؟ مش عايز اتكلم على بقيه الانديه، لكن انا اما ابص على النادي الاهلي، لا انت النادي الاهلي عنده احسن لعيبه في مصر. هل بقى احسن لعيبه في مصر مفترض ان اللي بياخدوه يكون هو اللي بياخدوه دلوقتي، ولا لا هو ده اكتر من المفروض ياخدوه؟ هي العمليه منظومه ككل احترافيه، انت النهارده بالمعطيات اللي عندك دي انت ما تقدرش تعمل اكتر من كده. انت لا عندك جمهور ولا عندك بس تلفزيون مشفر. بالظبط. يعني تعال يعني عايزك تاخد مثلا بره ماشي ازاي وتشوف مصر عامله ازاي. ما ينفعش يعني المثلث لازم يبقى كله ماشي عشان تقدر انت تقدر تقول الكلام ده 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 كتير ولا قليل. انت النهارده ما عندكش حاجتين اساسيتين، لا عندك جمهور دخل ولا عندك قنوات مشفره، لانك انت عندك النهارده الامن القومي بيقول لك ما ينفعش انك انت ما تزعش المشاهد. منظومه الاحتراف جوه مصر مش موجوده، هتبقى فيها خلل، وبالتالي ما تقدرش تقيس على اي يعني ما يعني اذا كنت انت مش مدي المعطيات كلها يبقى مش ممكن انك انت النهارده تقول انت ما يعني هل ده اقل ولا اكتر. لكن اللي انا بقوله النادي الاهلي كلاعيبه لا، لان الناس تستاهل وتستاهل اللي بتاخده، وبالتالي الحمد لله رب العالمين النتائج بتاعتنا مش بس في كره القدم بس، كل الالعاب طبعا، كل الالعاب يعني الحمد لله رب العالمين. هذا المجلس بقياده الكابتن محمود الخطيب اللي اتحقق سواء على المستوى الرياضي او المستوى الانشائي او المستوى الخدمي، بالتالي ما فيش مجلس اداره في تاريخ النادي الاهلي حقق هذه الانجازات وهذه المكاسب. يعني انا متفق مع حضرتك في النقطه دي، بس عايز بقى افهم من حضرتك الاجابه كويس. هل معنى كلمتك اللي هو غياب العاملين في المثلث بتاع المكسب المادي اللي هو سواء التذاكر من المدرجات والبيع التلفزيون، ده معناه استحاله ان اي نادي في مصر يخرج كسبان؟ بالظبط. فبالتالي يبقى اصرف بقى براحتي عشان اكسب على الاقل رياضيا، انا كده كده مش هكسب اقتصاديا. ما تقارنش النادي الاهلي باي نادي تاني، يعني انا بتكلم عن النادي الاهلي النهارده. انت النادي الاهلي مثلا بفضل الله سبحانه وتعالى انت بتفتح الفرع الخامس، انت خلاص فتحت الرابع وداخل على الخامس في العالميه. يعني لما نيجي نتكلم على كره القدم انت لازم تحط جزء كبير وليكن 20-30% من الريفينيو ستريم اللي بيجي لك من الاشتراكات ان الناس عايزه عشان خاطر الكوره. يعني في ناس بتنسى هذا الموضوع. يعني انت النهارده لما تيجي ميزانيه الكوره يمكن انت اللي داخل اقل من اللي خارج، لكن انت النهارده النادي الاهلي بالفروع بتاعته دي لازم يعني لازم تاخد جزء من الاشتراكات اللي هو النهارده بيعتبر لك اكبر عائد مادي ليك، وتحطها في الكوره جزء منها في عشان حتى المشتركين دول يسعدوا، لان هم في الاساس مربوا عليه. فاذا النهارده لما تيجي تقول النادي الاهلي، لان الاهلي الحمد لله رب العالمين بيكسب، لكن رياضيا او كرويا مجال الكوره لوحده، اللي خارج مش قد اللي مش قد اللي داخل. يبقى هنا هل نقدر نقول ان اذا كان الاهلي اللي هو النادي الوحيد في مصر اللي بياخد دوري ابطال افريقيا فبياخد بيجيله فلوس بالدولار ويشارك كاس العالم الانديه والمكافئات دي كلها، ما بيكسبش من الكوره، يبقى لو ما فيش اساسا مجال ان احنا نطبق حاجه اسمها اللعب المالي النظيف؟ لا في مصر يعني هو زي ما بتطبق في اوروبا. لا انا اقول لك حاجه بقى، انت برضه لازم تقيم سعاده جمهورك بفلوس. طبعا ماشي، يعني مع احترامي ما ينفعش بقى تيجي تقول فرقه ما عندهاش جمهور وتدفع الفلوس الكتيره دي وما يطلعلهاش وتبقى ده كلام مظبوط. لا طب داخل ليه؟ يعني بالله عليك بالمنطق كده، النهارده واحد بيدفع ملايين الملايين وما عندوش دخل، طب انت داخل مصر تعمل ايه؟ فاهم ازاي؟ فبالتالي انت لازم تقيم النوادي الانديه الشعبيه يعني لوحدها والانديه الغير شعبيه لوحدها. فهمت ازاي؟ فانا بالنسبه لي يعني اسعاد جمهوري ده طبعا ليه تمن. انت بتتكلم على مصر. طبعا. بس صعب قوي انك انت النهارده تقارن النادي الاهلي، مع كل احترامي لجميع الانديه على دماغي، باي نادي تاني. بس طبعا ده كلام محترم جدا ومفهوم، بس اللي اقصده ان مثلا في اوروبا طبعا حضرتك عارف قانون اللعب المالي النظيف، وحضرتك طبعا كنت شغال في الفيفا، انديه عقبت، انديه لها جمهورها وبتكسب بطولات وكل حاجه، عقبت بسبب ان هي زي يوفنتوس مثلا مداخلها مش قد مصاريفها. ده احنا مش مؤهلين اساسا في مصر ان احنا نطبقه في ظل ان المنظومه مش متكامله الاركان، ولا في افريقيا كلها، ولا في افريقيا طبعا. ما في ليه برضه ارجع اقول لك المعطيات مش زي هناك. توتنهام كان بيعمل استاد جديد، فكان بيأجر الاستاد بتاع ويمبلي على حد ادم وايت هارت لين، وعمل توتنهام بالظبط كده. عارف الدخل بتاع توتنهام في الماتش كان كام؟
ده اي ماتش، مش بكلمك بقى مثلا مش توتنهام ضد مان يونايتد، توتنهام ضد مثلا استون فيلا، او توتنهام ضد ويست بروميتش، مليون استرليني في ماتش واحد. انت متخيل؟ صعب قوي انك انت تقارن ما بين العالم وتقارن ما بين مصر او بافريقيا. طبعا فهمتني ازاي؟ الموضوع مختلف تماما يعني. فاحنا النهارده النادي الاهلي هقول لك ان هو انجح منظومه اداريه رياضيه بتقدر النهارده انها تنفق عشان تحصد البطولات، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندها خساره. انا الحمد لله رب العالمين الميزانيه بتاعتي السنه دي فوق ال 3 مليار، وعندي فائض مش وحش. فالنادي الاهلي بقى بيعمل ايه؟ بيفكر ازاي يفتح افرع جديده عشان يقدر يجيب دخل، عشان يقدر يصرف على النشاط، عشان تقدر تكسب بطولات، وفي نفس الوقت تقدر انك انت تبقى اعضاء بالظبط كده وجماهيرك طبعا ده وايه الاساس. حضرتك بقى كان ليك تصريح من عده اشهر كده ان مع ارتفاع سعر الدولار ممكن الاهلي ما يبقاش قادر على الاستمرار في كم وكيف التعاقدات الأجنبية سواء لاعبين أو مدربين، خاصة حسب ما فهمت وقتها في الرياضات الأخرى برا الكورة. هل ده الوضع ده مازال قائم ولا تخططوه؟ بص أقولك حاجة، الأهلي طالما بيشتغل أو بيشارك في نشاط لازم يبقى نمرة واحد، فلن يبخل على إن هو يبقى نمرة واحد سواء بلعيبة أجانب أو مدربين أجانب. دي قاعدة. وبالتالي حتى يمكن النهاردة أقولك مثلا احنا بنجدد اهو للنشاط الرياضي. انت عندك مثلا الطائرة يمكن عملت نتائج مش وحشة بس مش اللي انت كنت بتطمح فيها، وبالتالي النهاردة احنا بنفكر نجيب مدرب اجنبي للدرجة الاولى. فهمتني ازاي؟ فاحنا لا نبخل على اي رياضة طالما الاهلي مشارك فيها. لكن في بعض الرياضات الفردية اللي انت ممكن تفكر يعني دي دراسة انك انت تحاول تقلل الانفاق الاجانب فيها، او انا بتكلم مينلي على اللعيبة والمدربين، انك انت تحاول تجيب مصريين عشان تقلل مش الكمية. يعني انت الاساس عندك في الالعاب الجماعية، لكن الالعاب الفردية مش 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 لكن كان في دراسة نحن ازاي ممكن نحاول نقلل. لكن ارجع اقول دي لن نحيد طالما انت النادي الاهلي بيشترك باسم النادي الاهلي في اي بطوله بولو يبقى لازم تكسب البطوله دي. لكن لا، النادي الاهلي ولد ليكون نمره واحد، وبالتالي اي نشاط بتخشه بالجيرزي بتاع النادي الاهلي وبشعار النادي الاهلي ما تقدرش تتاخر او ما تقدرش يعني تقدر تعمل اي نوع من الكومبرومايز او اي نوع من كاتينج كورنر زي ما بيقولوا، عشان انك انت ممكن توفر عشان خاطر في الاخر تاخد تطلع التاني مش تطلع الاول. إجابة حضرتك فتحت لي بس سؤالين حتى مش مكتوبين قدامي. شوف. بس أولا بالنسبة لشركة الكورة، تأسيس شركة كورة للنادي الأهلي هل معناه أنها طبعا هتبقى ليها ميزانية منفصلة وقتها هتتوقف فكرة أن أنتوا تقدروا تاخدوا من فلوس الاشتراكات مثلا للصرف على نشاط الكورة في سبيل إسعاد الجمهور، ولا ده بتبقى ما زالت قائمة قانونيا أو من الجهة الاقتصادية؟ أنا بسأل عشان مش عارف. ده قائمة قانونية، مفيش عندنا أي مشكلة أنك أنت بتقدر جزء من الاشتراكات او حاجه كده ممكن تدخلها. لكن خلي بالك ان شركه الكوره مينلي حاليا هدفها الاساسي ازاي تقدر تجيب ريفينيو ستريم من حته ترين. مثلا احنا لسه عاملين موضوع جرينتا، موضوع بتاع الجمهور، ازاي تقدر تستفيد من ال 80 مليون انك انت تجيب عوائد للنادي الاهلي للكوره طبعا في الاصل. وبالتالي يمكن اول حاجه اتعملت هي جرينتا، وان شاء الله باذن الله هيبقى العائد بتاعها هيبقى كويس وهيدي لك يعني ريفينيو انك انت تقدر يعني انت النهارده مينلي الشركات الاستثمار دي سواء الكوره او الخدمات الرياضيه او شركه الخدمات السياحيه مينلي عشان ازاي تقدر تفكر بقى كراجل مستثمر او راجل بتدير مؤسسه استثماريه شركة استثمارية تقدر ازاي النهاردة انك انت تجيب دخل او تجيب عوائد وموارد من خلال مجلس الادارة المحترم اللي هو بيبقى كلهم ناس سواء بيزنس مان او سواء ناس عندها فكرة او كده، ازاي تقدر تجيب فلوس للنادي الاهلي. طيب السؤال الثاني بقى اللي كانت فتح لي من حتة ان انتوا باي منافسة بتشارك فيها لازم طبعا تكسبوها، ده طبعا ده اكيد فكري وافترض اكيد بشدة، ولكن في العالم كله في انجلترا مثلا مش هتلاقي الاندية عندها غير كرة قدم،
في اسبانيا ريال مدريد قدم وسله مثلا، برشلونه يد وسله وقدم، مش اكتر من كده. الاهلي عنده كل الرياضات، فما هل الفكر ما فيش اي تفكير في وقت من الاوقات ان ممكن تقللوا الرياضات اللي انتم بتنافسوا فيها في مقابل ان الصرف على اللي موجود يكون اكتر فتبقى فرص النجاح متواجده بشكل اكبر؟ بص، لو انت كنت نادي رياضي فقط كنت اقول لك اه ممكن، لكن انت نادي رياضي اجتماعي، فانت النهارده عندك جزء كبير قوي من الرياضات بتاعتك من خلال الجمعيه العموميه بتاعتك او اعضاء الجمعيه العموميه، ولاد الاعضاء. يعني انت عندك رياضات معينه في قطاع الناشئين مثلا ما ينفعش تجيب حد من بره الا لو حد مميز قوي وليك لائحه معينه. عارف لو انت نادي رياضي فقط كنت هقول لك اه، لكن انت النهارده نادي رياضي اجتماعي خدمي، وفي نفس الوقت عندك مسؤوليه مجتمعيه تجاه وطنك، تجاه الـ 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 البلد بتاعتك، انت انشئت كده. ما ينفعش النهارده تغير الكونسبت. لو انت فكرت فكر صح اه، لو خدت الكوره لوحدها واشتغلت كوره بس وكده اكيد هتبقى اسهل لك. لكن انت النهارده انا عندي نشاط رياضي بصرف عليه في السنه فوق ال 480 مليون جنيه والعقد بتاعه صفر، ما بيجيبليش فلوس بالظبط، ماشي؟ وبالتالي انا عليا عبء، بس العبء ده تجاه دوله. انا عندي يعني مسؤوليه قدام البلد ان انا لازم 75 النهارده 60 75% من لاعب منتخبات الوطنيه بمختلفه بالظبط. فبالتالي انت النهارده مش بس بتفكر في نفسك، لا بتفكر برضو النادي الاهلي انشئ كنادي وطني، وبالتالي انك انت بتفكر في البلد مش بتفكر بس في النادي الاهلي ومصلحته بالظبط كده. هل فكرت حضرتك كنادي اهلي وطبعا امانه الصندوق تحديدا ان انتوا تقنعوا لاعبين اجانب في الاهلي ان هم يقبضوا بعمله مختلفه غير الدولار في ظل الازمه الحاليه؟ ونجحنا تقريبا في بعض حاجات ان احنا بندفع 25% بالعمله المصري، لان هو في الاخر هو عايش في مصر، فبالتالي هو محتاج فلوس مصري تقدر يعني يعيش من خلالها. ففي بعض الناس وافقت او بعض اللاعبين وبعض المدربين وافقوا انهم بياخدوا جزء بالمصري، وهو جزء بسيط يعني ما يتعداش ال 25% و 75% بالعمله الصعبه. حضرتك كنت لسه بتتكلم من شويه على ان انتوا خلاص قربت تفتتحوا الفرع الخامس في العالم، يعني مش عارف بدايه نتكلم فيه ان شاء الله. ما فيش بقى تفكير في فروع مثلا بره مصر ممكن تتعمل في النادي الاهلي؟ في تفكير طبعا، ما فيش شك يعني فروع بره مصر، وفي نفس الوقت برضو العضويات من بره مصر. الناس اللي يعني فكرنا كتير قوي، احنا عندنا مثلا الاستاذ طارق انديل هو رئيس لجنه العضويه عندنا، فكرنا ازاي ان احنا نقدر نروح بالذات في الاوقات اللي احنا بنبقى فيها بره. يعني مثلا في الامارات كاس العالم للانديه عملنا بوث كده وقلنا ناس اشتركوا واخدوا اشتراكات في النادي الاهلي. دي فكر جاي في المرحله القادمه ان شاء الله. الاكاديميات بدينا نشتغل دلوقتي في الاكاديميات الكوميرشال بقى الحاجات التجاريه في الامارات في الكويت، بدينا نشتغل شويه ازاي النهارده تحاول بقدر الامكان. زي ما قلت لك النادي الاهلي مؤسسه، ومؤسسه هدفها انها في الاخر على الاقل تصرف عشان تبقى نمره واحد عشان تنتصر، تبقى دايما كسبان. وبالتالي كل الافكار اللي هي ممكن يعني النهارده بعد موضوع الدولار وموضوع الحاجات دي الازمه في مصر، بديت انت تفكر خارج الصندوق ازاي تقدر تجيب عوائد من بره مصر بالعمله الصعبه، فاهم ازاي؟ حتى الرعايه، يمكن احنا يعني لم يعني احنا ناقص لنا مثلا في الرعايه ناقص لنا الظهر، فكرنا ازاي ان احنا نحاول نجيب حد من بره بحيث يدفع بالعمله الصعبه، شغالين فيها لسه. يعني بتحاول بقدر الامكان انك انت تقدر تدخل موارد غير تقليديه بالعمله الصعبه. بس حته الاكاديميات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي ما تفكرش تعملوها في افريقيا؟ يعني الاهلي لما بيجيب لعيبه مش بيجيب من الخليج، بيجيب من افريقيا. افريقيا اللي بنشوف ان خلي بالك الاكاديميات انا بتكلم عليها اكاديميات تجاريه وليست اكاديميات عشان تجيب اكتشاف مواهب. اكتشاف مواهب، اكاديميات لاكتشاف مواهب احنا شغالين الحمد لله دلوقتي، عملنا يعني اداره للسكاوتنج برئاسه الكابتن هاني رمزي ومن خيره الناس المحترفين المصريين التاريخيين طبعا كده، وشغال كويس قوي في هذا الموضوع. وان شاء الله باذن الله هيبقى الفتره اللي جايه هنقدر نعمل حاجات. برضو الكابتن شطه من خلال وجوده في الاتحاد الافريقي فتره كبيره جدا برضو هيساعد في حاجه زي دي. وده هيبقى الفكر اللي قدام انك انت ازاي بقدر الامكان انك انت تجيب، عشان برضو انت عايز تقلل
الدنيا مش باينه راح على فين. فانت بتفكر فعلا النهارده ازاي تشوف لعيبه صغيرين فعلا يبقى ليهم مستقبل، تقدر تاخده هاليو ديانج اهو قبل قبل كده يبقى تقدر تاخده ب 200 300 الف دولار ماكسيم بدل ما تجيب واحد ب 3 4 مليون دولار، وبالذات انك انت تكبر. احنا بدينا في الموضوع ده، بدينا يمكن مع كريستو، وده ان شاء الله يعني انا متنبئ له ان هو هيبقى صفقه كبيره جدا القندوسي. يعني برضو بتحاول انت بقدر الامكان انك انت تشوف حاجه ما تبقاش يعني المبلغ بتاعها كبير، وفي نفس الوقت انك انت تقدر تفيد بيها تستفيد بيها في المستقبل. النهارده لما بتجيب لعيبه، النهارده ما بتجيبش لعيبه اقل من اكتر من 25 سنه 24 25 26 سنه، عشان تفكر في المدى البعيد وليس ما تفكرش بس تحت رجليك. باشمهندس خالد، يعني في برضو حاجة كده دلوقتي مش عارف حضرتك فكرت فيها أو مجلسكم فكر فيها ولا لأ، ولكن التحول الديموغرافي اللي بيحصل في الدوري المصري. يعني الدوري المصري كان زمان هو الدوري الأقوى عربيا وإفريقيا، فبالتالي أنت بتكلم أي حد بيجي. لما كان لاعب بيمشي للدوري المصري بيروح على الخليج، كان بيبقى رايح يأمن أو يختم مسيرته عشان ياخد كام مليون في آخر أيامه. ولكن حاليا اللي بيحصل في الدوريات الخليجية وتحديدا طبعا الدوري السعودي اللي بقى جاذب لأعظم من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي راحوا، فما بالك احنا بقى بلعبتنا. هل الدوري المصري في صد بصدد ان هو يبقى بعد كده صعب يحافظ على لاعبيه اللي هم من الصف الأول وصد الإغراءات بتاعة الخليج؟ بص، أنا أتمنى طبعا ان الدوري المصري يفضل يحافظ على الصف الأول من اللاعبين، بس هرجع أقول لك برضو لما تيجي تفكر في هي منافسة ما بين الدول الخليج سواء السعودية الإمارات قطر، هي منافسة. السعودية النهاردة عايزة خلاص، يعني هي بتقول النهاردة أن أنا عايزة أبقى النمرة واحد في المنطقة العربية كلها، وبالتالي هي بتعمل أي حاجة، وعندها الإمكانيات المادية بتعمل أي حاجة أنها تجيب لعيبة، مش لعيبة أكتر من لعيبة بتعملها ماركتينج تسويق. النهاردة أنت بتجيب مثلا واحد زي كريستيانو رونالدو، يعني شوف الناس كلها بقت بتحطه، وبالتالي انا اشك ان يفكروا قوي في اللعيبه المصريه، لان هم في الاخر عايزين الاسامي اللي هي بتاعه العالم كله، يعني كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، ميسي كانت في وقت من الاوقات الكلام ده كله. فيعني ما اظنش انها توصل لمرحله انها تجذب اللعيبه المصريين على الاقل في الفتره دلوقتي. هو دي بدايه بالنسبه له، فعايز يعمل طرقعه باي طريقه، عايز يجيب الناس الكبار قوي اللي ليهم اسم بره عالمي عشان يقدر ان هو يقول انا موجود والناس تبتدي تحب تبص له. ممكن دي مرحله تانية يفكر بقى يقلل شويه، لكن انا اشك ان في المرحله دي هيفكر في حاجه كده. ولكن المواهب، قصدي اللي اقصدها الشابه بقى اللي ممكن مثلا اهلي داخل في صفقه وصاده الهلال، خلاص كده بعد ما الموضوع صعب طبعاً. صعب في المنافسه، موضوع صعب. هل بقى حاولتم تضموا بالمناسبه دي جاكسون موليكا؟ لا، انا ما بحبش اتكلم على لعيب، اوان دي مش اختصاصي. في لجنه كوره باشراف رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، في لجنه تخطيط وهو المشرف على الكوره كابتن محمود، وفي مدير فني، فدي حاجه ما بينهم، وفي الاخر احنا بيقولوا لنا. فأنا ما أحبش أتكلم على صفقة أو موليكا، أو دي حاجة مش من اختصاصي أن أتكلم فيها. تمام، وحشي يحضر باش. بس هل بقى حضرتك اللي أقنعت فعلا زي ما بتقال مارسيل كولر بأن هو يتواجد في الأهلي؟ أنا ما أخذ أي حد يتمنى يبقى موجود في الأهلي أكيد، بس أنت اللي تفوضت معاه قط النبور التفوضية. لا، بص أقولك حاجة، خلينا أنا الحمد لله رب العالمين، يمكن حاجه كلام الماني مثلا زيه، ربنا سبحانه وتعالى مديني علاقات كويسه بره، وبالتالي فمطلع شويه. يعني انا عايز اقول لك ان مارسيل كولر يعني اتعرض عليا في وقت من الاوقات من حوالي سنه او سنتين على اساس ان هو يدرب منتخب مصر. يعني اللي عرضوا عليا من خلال واحد صديقي قوي وصديقه قوي، على اساس ان في وقت من الاوقات كان بنفكر ان احنا نغير، قبل فيتوريا بنفكر ان احنا نغير بعد كيروش بالظبط كده. لكن انا الحقيقه ما رضيتش اتدخل، انا ما بحبش اتدخل غير في حاجه خاصه بالنادي الاهلي، وبالتالي لما كان المتاح ان يبقى في عندنا مدرب وكابتن خطيب، الحقيقه من وانا من قبل ما ابقى في مجلس اداره كان دايما لما بقى في اي حاجه خاصه بعلاقات دوليه كان دايما
وانا قريب او يعني محمود كابتن محمود بالنسبه لي اخ اكبر غير انه رئيس النادي، فدايما بيبقى في بيني وبينه كده. يستغل حضرتك كادر من كوادر الاهلي لو كنت في الفيفا ولا فبيقول لي مثلا ابتدي شوف، فانا اما بعرض عليه ما بعرضش عليه الا لما اكون انا عامل كمان سكريننج. فانا ليا ناس كتير قوي حبايبي في النمسا من خلال برضو علاقاتي من الاتحاد الدولي، فالحقيقه الناس شكروا في هذا الشخص، يعني قال لك الراجل ده ما فيش زيه. وبالتالي لما عرضته على كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وكابتن محمود مينلي يعني قال لي ابتدي نتكلم معاه، والحمد لله رب العالمين. انا بعتبر ان ده يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيه وكرمنا بيه، وربنا يا رب يكرمه، لان متهيألي المرحله الصغيره اللي قعد فيها مع الانجازات اللي عملها مع طريقه ادارته لكره القدم في الفريق الاول داخل النادي مع طريقه الحته السيركيليشن وانك انت بتدوير علاقته باللعيبه، قد ايه راجل هادي وقد ايه راجل، انا شايف ان ده مشروع واتمنى انه يبقى مشروع. مشروع ده من ضمن النقط احنا عايزين نتكلم فيها. اتمنى انه هل هتحط له عقد طويل الامد ممكن نشوفها؟ بص تيم ارجع اقول برضه مش بتاعتي، لكن انا كرجل بحب النادي الاهلي سيبك ان انا مسؤول، اتمنى ان يبقى هو ده مشروع للنادي الاهلي في الفتره القادمه يعني. وارجع اقول برضه ان من الناس القريبه مني جدا وقريبه من النادي الاهلي وبحس ان هو اهلاوي زينا زيه هو جان باولو مونتينيري المحامي بتاعنا الدولي. لو تفتكر ده كان معانا من 2006 من ايام مع عصام الحضري هرب في سيون، وده كانت اول علاقتنا بيه. والحقيقه اللي عرفنا عليه كان الله يمسيه بالخير المهندس مصطفى فهم. ومن شوف بقى من 2006 لم يخدني ذاكره 7 اعتقد 2007 لما راح سيون. أيوة بعد أيوة. بعد كاس العالم بعد كاس الامم افريقيا 2006 كاس الامم لغايه دلوقتي هذا الرجل بالنسبه لنا اسيت، يعني بالنسبه لنا يعني حاجه مهمه جدا بكل حاجاتنا الدوليه، سواء قضايا سواء علاقات سواء واتيفر، دايما بيبقى ده المرجع بتاعه. زي ايام كده كابتن صلاح سليم الله يرحمه كان دايما عنده فايتسا، كان دايما كمدرب كان دايما هو ده، ما كانش زمان المستشار ما كانش زمان زي دلوقتي. النهارده كله مطلع، هو سواء الانترنت السوشيال ميديا، بقت الناس العالم كله مفتوح على بعض. زمان ما كانش كده، فكان مثلا فايتسا بالنسبه لهم كان مستشار او الكمبيوتر بتاعه بالظبط كده. فالحقيقه وجود واحد زي جان باولو مونتينيري اللي هو بعتبره زي صديق بجد، ما فيش شك ان هو اضافه لينا كنادي اهلي. لما محتاجين نعرف معلومه، محتاجين نعرف عندنا مشكله معينه، دايما الراجل ده بيبقى دايما في ظهر النادي الاهلي ومرجع. والحمد لله النهارده لما تيجي تبص على النادي الاهلي بفضل الله سبحانه وتعالى، لا في لعيب اشتكاك، ولا في مدرب قال لك انا ما باخدش مهيتي واشتكاك، ولا في مش يعني كل يعني حتى لو حصل حاجه يمكن ما كانتش موجوده ايامنا احنا على طول خلصناها. يعني لو في اي مشكله حصلت بتخلصها على طول، وعشان ما يبقاش عندك اي نقطه سودة، لان انا بعتبر النادي الاهلي طالما وصل للعالميه ووصل راح كاس العالم للانديه ما ينفعش النهارده يبقى الناس دي تبص عليك ده انت عندك مشكله مع لعيب دولي كنت جبته وما دفعتلوش او كذا. لا بالنسبه لنا دي يعني هادرسفيلد مثلا كان له مبلغ ما فيش، تاني يوم جات لنا البتاع تاني يوم كنا دافعين المبلغ، ودي ما كانتش بجد يعني دي كانت خارج يعني ما كانتش غلطه من عندنا قد ما كانت حاجه في هو كانوا طالبين حاجه. هو اصلا رمضان صبحي ما اشتركش في البطوله دي، وبالتالي هو طلب ان هو ياخد النسبه بتاعته. طيب بمناسبه حضرتك حديثك عن مشاكل ما بتاعت الانديه والمصريه واللاعبين الدوليين والى ذلك، اكيد طبعا شفت البيان الاخير بتاع الفيف برو اللي هو بيحذر اللاعبين من الانضمام للدوري الانديه المصريه، وبيقول لهم لو هتيجوا لازم تركزوا في بعض النقاط اللي هو ما تسيبوش نسخ من العقد فاضيه، تتاكدوا ان العمله اللي انتم ماضيين عليها هي نفس العمله اللي هتاخدوا بيها في كل الاماكن في كل النسخ بتاعت العقود ولا لا. اكيد البيان ده يعني زعلك، اولا انت طبعا بيصعب من مهمه كل الانديه المصريه من التفاوض مع اللاعبين الاجانب. البيان ده كان بالنسبه لنا بيان ما عجبناش خالص، وممكن احنا كان لينا رد اوفيشال يعني ان احنا ما عندناش، احنا كنادي اهلي ما حصلش ان عندنا اي مشكله في خلال ال 20 سنه اللي فاتوا انها تخلي ان بيان الفي برو يبقى معمم. لا انت لازم لما تيجي تتكلم على الانديه بعينها،
لو انت لكن ما ينفعش تعمم على الدوري المصري، ما ينفعش تعمم على الانديه المصريه، فاتكلم على نادي بعينه. النادي ده فيه كذا، لكن النهارده انك انت تعمم، انا شايف ان ده كان يعني الحقيقه خانوا التوفيق جدا البيان بتاع في برو ده. ولو اني ما سالت قال لك ده كل سنه بيعملوا نفس الكلام بالظبط، واتقال السنه اللي قبلها كانت في الدوري السعودي واليوناني وكده. بس خلينا اسال حضرتك سؤال برضو، وقتها المعالجه الجماهيريه للبيان ده، كل جمهور طبعا اول لما بيشوف اي حاجه بيحاول ان هو يقلبها ضد الفريق المنافس بتاعه، فلقينا ان جمهور الاهلي بيقول ده طبعا ادي الزمالك والمشاكل بتاعته هي اللي عملت لنا البيان ده. في المقابل راح جمهور الزمالك قال لك لا ده الاهلي، ده مفيش حد الرابطه دي ما نزلتش بيان قبل كده غير في مشكله عبد الله السعيد والاهلي وان هو كانوا السبب. فهل بينطبق الامر دوت على مشكله الاهلي مع عبد الله السعيد وانك سبب مراد ممثل الاهلي، ولا ملهاش علاقه؟ لا انا اشك ان ليها علاقه بهذا الموضوع خالص. الموضوع كله هي مشكله عبد الله السعيد، احنا ما عندناش مشكله. يعني هي المشكله ان انت النهارده مضيت عقد بتقول فيه كذا، والعقد ده حصل من وجهه نظر النادي الاهلي اختراق معين، وبالتالي انت بتحاول تحافظ على حق النادي الاهلي مش اكتر من كده. لكن انت لا مثلا ما دفعتش مستحقات عبد الله السعيد او ما دفعتش مستحقات فلان، لا انت مستحقات، انت عايز اقول لك في ظل الكورونا، شوف بقى العالم كله كان بيقاس، مفيش مليم للاعب لم يصب، سواء لاعب او اداري او مدرب، زيرو. حقيقه احنا كنادي اهلي بجد، وانا بفخر ان انا بقول ان انا بنتمي لهذه المؤسسه، لان فعلا احنا عندنا الحقوق دي اهم حاجه في الدنيا. يعني ما بتقدرش تستنى على 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 حقوق الناس، وبالتالي ربنا بيكرمك، بالتالي اللعيبه دي انا اسف يعني بتبقى عايزه تموت نفسها، تبقى عايزه تاكل النجيله عشان تقدر تحقق حاجه، عشان في الاخر بيجي لها حقوقها. شوف بقى النهارده لو لعيب ما بيجيلوش حقه مش هيدي لك في الملعب، مش هيدي لك، هيبقى حتى الحاله المزاجيه بتاعت الفرقه مش تبقى. وانت النهارده انا بعتبر ان الفرقه هي فرقه 11 لاعب او 18 لاعب او 25 لاعب، لو في واحد منهم ما مش مستريح او مش صافي ذهنه بيأثر على الباقي طبعا. صدقني اوضه اللبس دي مهمه جدا، عشان كده لازم اوضه اللبس دي تبقى دايما من خلال مدير فني، من خلال مدير كوره. الحمد لله عندنا من اكفأ المديرين الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، وبالتالي اوضه اللبس دي مهمه جدا انها دايما. يعني شوف مثلا بعد الماتش الوداد الاولاني بعد الجون اللي جه، شوف هاني كابتن الفرقه طبعا في الفيديو دخل عمل ايه ماتش وخلص وركز في الجاي. بص كل ده بيديلك انطباع كيف يدار النادي الاهلي. صدقني هذا كل اللي بيحصل ده بيديلك قد ايه النادي الاهلي بيدار بطريقه محترمه. ما عندناش لا ناس بتطلع تتكلم في الاعلام كتير، ولا ناس كل شويه تروح تقعد مع لعيبه، ولا تقعد مع مدربين، ولا تتكلم في فنيات، ولا الكابتن الخطيب نفسه ما بيتكلمش فنيات. وبالتالي النادي الاهلي بيدار بطريقه ومنظومه محترفه، كل له اختصاصاته. مش معنى كده انك انت ما بتبصش، لا انت بتدير حاجه اسمها وي مانج ريزلتس. يعني انت ما انت يو دونت مانج بيبل، بس انت يو مانج ريزلتس. يعني انت ما بتديرش بس تحاسبهم على نتائجهم، لكن بتدير الريزلت بتاعه اللي هو ايه، بتديله اللي هو عايزه عشان تحاسبه اخر السنه. بس بمناسبه او بالعوده بقى لمارسيل كولر، وهنعود للنتائج دي في السؤال اللي بعديه، بس ما خفتش الاول من على مارسيل كولر لما بعد الخماسيه بتاعت سان داونز وقلت ان هو ده كده ممكن يفشل مع الاهلي بعد ما كان بادئ كويس، وقال لك الثقه ما تهزتش؟ انا عمري ما ثقتي اتهزت في النادي الاهلي، سيبك من الاشخاص، النادي الاهلي عمري ما ثقتي اتهزت فيه، ولا بلعيبته ولا بمدربينه خالص. طب بالعكس. ولو كان الاهلي ما خدش افريقيا كان ممكن مارسيل كولر يمشي؟ أشك دي. أول مارسيل كولر عدوا سنتين ماشي، يعني مش عدوا سنة. أيوه عدوا سنتين بس عادي. مثلا ريكاردو سوارش لما جه كان لا يعني بص أنا مش عايز أتكلم على كارلوس سوارش لأن دي مختلفة شوية، كانت ساعتها يعني ليها يعني شركة الكورة كان ساعتها في الوقت ده، وكان يعني المسؤولين عن استخدام ريكاردو سوارش مش هم اللي مسؤولين عن استخدام مارسيل كولر، هي في الاخر النادي الاهلي المسؤول أكيد. ولا يعني لكن انا بتكلم مينلي على فكره سوارش، انا شايف يعني يمكن جوزيه كلمني وقال لي ده مدرب كويس قوي ومدرب واعد وكل حاجه، لكن انا شايف انها كانت يمكن راجل كويس كانت تقيله عليه في الاول ان هو يخش انت عندك نتائج مش قد كده، خسران
الدوري مرتين، كانت الدنيا ما تعرضش للضغوط دي قبل كده. كان ما تعرضش، هو كان مدرب كده خالص، مدرب كان واخد احسن مدرب في البرتغال السنه اللي قبلها، يعني كمدرب واعد او مدرب، يعني كمدرب انا عمري ما اقدر اتكلم عليه ان هو مدرب، لا مدرب كويس ومدرب كل حاجه، لكن يمكن هل اتظلم فعلا؟ يعني اتظلم، احنا جمهور ما بيرحمش اكيد ولا يقبل الا الفوز، فاي حد النهارده ما بيفوزش الجمهور ما بيقبلوش. بس ده اللي كانت عشان كده بسأل، لو كان كولر لم يفوز بقى لا كان ممكن الجمهور لا يرحمه؟ لا انا اشك، لان هو بص انا ثقتي فيه كبيره قوي، وثقتي في اللعيبه اللي موجوده حاليا كبيره جدا، فعمري والله صدقني يعني ما حصلش ان انا فقدت الثقه خالص، بالعكس والله. هو حضرتك اللي معانا يعني الاول، في بعض ناس من يعني بينتموا للانديه للنادي المنافس يقول لك ان مش عارف اطهر الطاهر هو ده السبب، السؤال اللي جاي والله هو ده السبب اللي سند الحظ الاهلي. الحقيقه انا بعتبر ان ده شغل مناصب، يعني زي ما قلت شغل مصاطب، يعني ناس بتحاول تتكلم في اي حاجه، مفيش حاجه اسمها اطهر الطاهر وعباس ابن فرناس والكلام ده كله. بس اطهر الطاهر كان جاب ضربه الجزاء كان خلاص، ما جاتش ضربه الجزاء. واقول لك ايه، والجون اللي جه فيك في الهلال برضو بالزبط. يعني ما ينفعش تاخد واحد عامل واحد وتسيب بقيه العوامل، وتسيب بقيه العوامل. لكن انا يعني من بعد ما ربنا كرمنا وطلعنا دوري المجموعات، مش انا بس على فكره، ناس كتير قوي كان على يقين. انا والله كنت قاعد في الملعب وكان جنبي حسام غالي، والله بعد ما حتى ما الوداد جاب جول، اولا انت ما شفتش الاجواء عامله ازاي، اللي راح هناك مهما احكي مش هيبقى قد اللي خد التجربه، يمكن اختها مرتين السنه أيوة. اللي فاتت صح، والسنه اللي فاتت احنا يعني خسرنا بطوله افريقيا انفير، من هنا السنه الجايه جواب ما جالكش، ما تقدمتش انت كمصر، رحت تلعب في المغرب لتاني سنه مع الراجل صاحب الفرقه صاحبه الارض، وبتلعب في اجواء جامده جدا. انا بعتبر ان كان انفير تماما ان الاهلي يلعب نهائي افريقيا من من ماتش واحد في 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 المغرب السنه اللي فاتت. فالسنه اللي فاتت احنا خسرنا ال11، السنه اللي فاتت انا في وجهه نظري مش 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 رياضيه، مش في الملعب، تخسرتها من قبل من قبل ما تلعب. وبالتالي اما رحت السنه دي كانت اتعلمت من السنه اللي فاتت، اللعيبه كانت مركزه كويسه قوي. انا والله بعد حتى ما جابوا الجون والله حسام غالي جنبي قال لي خالد هناخد البطوله، شو بقى انا كنت يعني طب بموت. ايه اللي اتعلمتوه بقى من من الماتش بتاع السنه اللي فاتت عن السنه وطبقتوه السنه دي؟ بص اقول لك حاجه، احنا انا بكلم فيري فير، احنا السنه اللي فاتت عايشنا في اجواء ظلم وان احنا كذا، فانا شايف ان ده وفرت مبرر للعيبه قبل ما يلعب بالظبط كده، وبالتالي نزلت الملعب ما كنتش على المستوى. السنه دي احنا بالرغم ان ناس كتير يقول لك مش عارف الحكم فلان الفريق ده اخر ماتش ليه وكذا ولازم تعمله الناس كلها بتتكلم كده، مفيش مخلوق للحكم. احنا قلنا مش هنغلط غلطه السنه اللي فاتت، احنا هنركز، عندنا 90 دقيقه جوه الملعب، فرقتنا مركزة، الولاد كانوا الرجالة كانوا فعلا عايزين ياخدوا هذه البطولة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وجبر بخاطر 80 مليون أهلاوي، وجبر بخاطر الناس اللي جات لنا من كل حتة في العالم. أنا جالي ناس من أمريكا، من اليابان، ناس من ألمانيا، من فرنسا، جم عشان يشجعوا النادي الأهلي، والله العظيم بجد أنا بشوف الناس دي بتعرف قد إيه النادي الأهلي ده حاجة كبيرة أوي. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا، والله العظيم انا كنت دايما بدي يا رب اجبر بخاطرنا عشان خاطر جمهورنا، يعني الجبر الخواطر لمصر مبدئيا، لان مصر يعني مفيش شك الحاله اللي عايشينها والغلا والناس ناس تعبانه. لكن انت النهارده لما ربنا يكرمك والنادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا ال11، شوف الشوارع كانت عامله ازاي، شوف الناس كانت مبسوطه ازاي، فمفيش شك انت بتفكر دايما في جمهورك، لان في الاخر هو صاحب الليله دي كلها الجمهور. لولا الجمهور ما كانش هيبقى فيه نادي الاهلي، لولا الجمهور ما كانش هيبقى فيه هذا الكيان. فبالتالي الكيان ده صنعه كده الجمهور لجمهور. بالعوده لمارسيل كولر، وهو الراجل ريني فايلر كان مدرب ممتاز طبعا، لكن ادانا انطباع ان الرجل السويسري تحس ان هو متعجرف شويه، يعني العيشه في مصر مش مناسبه ليه، على العكس تماما شايفين مارسيل كولر. ايه الاختلافات ما بين الشخصيتين بقى، كمش اثنين مدربين وفنيا؟ بص الاثنين مدربين على اعلى مستوى طبعا،
مارسيل كولر كبير، مارسيل كولر 62 سنة، راجل متزن وهادي، اشتغل مع منتخب النمسا 7 سنين، كان لعيب منتخب سويسرا، جه لعب هنا في مصر سنة 81 مش فاكر كام. يعني يا راسي بايلر مدرب عظيم طبعا عظيم، لكن صغير في السن، ما عندوش الخبرات بتاعت مارسيل كولر، لكن كفكر وكل اثنين احسن من بعض الحقيقة. هو ليه المدربين لما بيسيبوا الاهلي ما بينجحوش بره؟ يعني مثلا ايمانويل جوزيه بعد الاهلي كان ليه تجارب كتير قوي مع منتخب انجولا، في ايران، في السعوديه، ما كانتش ناجحه. ريكاردو سواريش بعد ما ساب الاهلي مسك اشتريل برايا وقيل بعد شهرين. ريني فايلر راح شرق اسيا، ومع ذلك برضو اليابان بالظبط في اليابان، ومسيرته برضو ما كانش فيها محطات ناجحه حتى الان من بعد الرحيل عن الاهلي. في ايه اشمعنى؟ بص يعني انا مش عايز اتكلم، يعني مش عايز اقعد اضخم في النادي الاهلي كتير، لانه هو يستحق انه يبقى مضخم. النادي الاهلي بينجح والله بجد، اكيد النادي الاهلي بالطريقه الاداره بتاعته بتنجح اي حد، جمهور النادي الاهلي بينجح اي حد طالما حد على المستوى، وبالتالي صعب قوي اقارن ظروف النجاح هنا باي حد تاني. بص اللي بيحصل كده بيحصل مع لعيبه. طب ما مثلا اوري ما نجحش مع برشلونه، هيزعلوا كده جمهور برشلونه. اخد دعم دوري ابطال وسداسيه هيزعلوا. بس ما اقدرش اقول ان ببلاش. في امثله طبعا كتير، يعني ديفيد بيكام ما نجحش في ريال مدريد بعد مانشستر يونايتد بالظبط. اسمه ايه ده لسه معتزل السويدي، ابراهيموفيتش مثلا ما نجحش في برشلونه برضه، برشلونه ما نجحش مع برشلونه. ففي يعني هي عوامل حاجات كتير، لكن انا بتكلم النادي الاهلي لو حد مدرب كويس وفكر كويس واخلص للفريق واخلص للفريق والجمهور حب واللعيبه حبته، خلي بالك اللعيبه حبته وتحترمه، في فرق يعني انك انت تكون بتحب وتحترم طبعا الاثنين، وفي نفس الوقت انك انت مش بتخاف، يعني عارف انك انت لو غلطت بتتعاقب او بتاخد حسابك. طيب ايه الخلافات بقى احنا ما بين او الاختلافات ما بين مارسيل كولر وبيتسو موسيماني اللي هو المدرب اللي فات الاخير قبل مارسيل كولر للاهلي، او لا في بينهم طبعا سواريش. ايه البصمة اللي عملها مارسيل كولر مع الجيل الحالي من اللاعبين مختلفة عن موسيماني؟ بص انا ما ينفعش اقارن ما بين مدربين، موسيماني رجل بس نفس اللعيبة يعني حقق انجازات طبعا. موسيماني طبعا اثنين دوري اي نعم، لكن كذا افريقيا خد 3-2 كاس عالم اندية تالت، فما ينفعش تقارن ما بين ده وما بين ده، دي حاجة فنية بحت. لكن انت في الاخر انت المدرب نتائج، موسيماني نجح مع النادي الاهلي، مارسيل كولر لغايه دلوقتي الحمد لله رب العالمين نجح مع النادي الاهلي، وبالتالي الاثنين في رايي ناجحين مع النادي الاهلي، او واحد نجح والتاني الحمد لله نجح الى الان. لكن انك انت تقارن فنيا او ده عمل ايه مع ده وده عمل ايه مع ده، ما ينفعش يبقى في مجال المقارنه. مارسيل كولر بعيدا عن انه مدرب الاهلي هو صديق لحضرتك، نقدر نعتبر ده بقى صديق؟ انا ما كنتش اعرف اللي بقى صديق قوي اكتر منه كمان، يعني اللي هو الايجنت بتاعه دينو ده زي مونتينيري كده، راجل بقى عايز اقول لك جالنا ماتش المغرب بعد الماتش قعد يعيط زي العيال الصغير. قد ايه بقى تعلق بالاهلي، قد ايه تعلق بالاهلي، قد ايه تعلق. وبعدين اقول لك حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقول لك، من ضمن الحاجات اللي خلت مارسيل كولر يدرب النادي الاهلي قناعته برئيس النادي الاهلي. شوف بقى ازاي يعني بقى هو ده قالها لي، يعني قال لما الكابتن خطيب اتكلم معاه فمن خلال معرفته بشخصيته بعد ما قال، يعني والله من ضمن الحاجات الاساسيه اللي خلت مارسيل كولر ان هو يبقى عايز يدرب النادي الاهلي شخصيه محمود الخطيب. هل بقى وكيله او مارسيل كولر نفسه تحدثوا مع حضرتك عن عروض وصلت لهم او حاجه؟ بص ما بحبش برضو اتكلم في المواضيع دي، اكيد في حاجات كونفيدنشال ما ينفعش تتقال، لكن في الاخر هو انا متهيألي الوكيل بتاعه تصرح ان هو راجل مبسوط في مصر، ومفيش مدرب بيدربني الاهلي ما يجيلوش عروض. ايه نتكلم على البلاط، لكن ايه العروض وايه الكلام ده كله
مش مجال الحديث بتاع مش بتاعتي. البعض بيتحدث عن ان طموحات مارسيل كولر في الصفقات اللي عايز يضمها الاهلي للاهلي يعني اكبر حتى من ما يستطيع النادي توفيره كمزمن. لا انا اشك كان مش مظبوط خالص. يعني في توافق في الرؤى ما بين المطلوب تأكيد. في بص خلي بالك في اجتماعات دورية بتحصل ما بين الكابتن محمود ومارسيل كولر، والحقيقة اللي عجبني ان في هارموني جامدة قوي ما بينهم هما الاثنين، فتأكد هما الاثنين ماشيين في نفس التراك. يعني ايه سبب موقفه؟ يعني بنشوف ان مارسيل كولر علاقته ممتازة بكل اللعيبة وبيحبوه وبيحترموه زي ما حضرتك تحدثت، إلا أيمن أشرف ما شاركش ولا دقيقة، اللاعب الوحيد. بص مش بتاع، أنا بموت في أيمن أشرف ومن الناس اللعيبة اللي بحبها، لكن دي بتاعتي وأنت ما أقدرش أتكلم فيها، في حاجة فنية بحتة ما ينفعش أنا أتكلم فيها. أنا عندي في رأي، في واحد مسؤول هو المسؤول، لكن أيمن أشرف كل حبي وتقديري ومن الناس اللي أنا بحبها وابن النادي وأحد قادة الأهلي وحاجة. طب هل ده مش شخصية فاخرة كمان وأنا بحبه كلعيب يعني، بس لكن مش بتاعتي. طبعا مش بتاعتك إن أنت تقول يلعب ولا لأ، بس هل مش من الممكن ان الاداره احيانا تتدخل للاصلاح بين علاقه لاعب ومدرب؟ تبوظ الدنيا بقى. مش فرض رايي ولكن تدخل لحل الامور. باي ذا واي انا العلاقه الانسانيه ما بين مارسيل كولر وايمن علاقه على اعلى مستوى، علاقته الانسانيه بكل الناس على اعلى مستوى. الانسانيات حاجه والفنيات حاجه تانية. مش بقلل من ايمن اشرف اكيد، من لا هو كل مدرب ليه لعيبه بالمناسبه القدوات، سواء لعيب او سواء بني ادم من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها شخصيا هو ايمن اشرف. لاعب اخر برونو سافيو، هل برونو سافيو اقترب من الرحيل عن الاهلي في نهايه الموسم؟ انت واخدني كوره بس انا مع ان امين صندوق، انا مش عضو لجنه كوره، بس الكوره يا عصب الاهلي لسه حضرتك قايل. ما عنديش معلومه، لكن هو ما بيشاركش، لكن ما عنديش معلومه هيمشي مش هيمشي، دي حاجه بقى هم. طب في حاله ان هو مشي ايه ممكن وجه التسويه اللي ممكن يحصل ما بين النادي والاهلي؟ لا الاهلي بيحترم كل العقود، سواء مشي قعد، الراجل بيقبض الكرايتيريا بتاعت الفيفا ان هو يبقى موجود مع الفريق الاول وبيتمرن وكل حاجه، دي ما نقدرش بنغيرها. احنا الاهلي بيشتغل بنظم ولوائح ما بيحدش عنها، في عقد بيتنفذ العقد. هل ده رأيي بقى حضرتك شخصي يعني، تعاقد الأهلي مع برونو سافيو زي ما حضرتك قلت دلوقتي ما بيشاركش كتير، دي حقيقة مش محتاجة رأيي ده أرقام، هل ممكن تؤثر على تفكير الأهلي مستقبلا في استخدام لاعبين لاتينيين؟ لأن التجربة دي ما نجحتش في الدوري المصري عموما قبل كده تماما. بص أنا على مستوى الشخصي أنا ما شفتش لعيب لاتيني في مصر. في مصر يمكن الوحيد اللي جه كان اللي هو البرازيلي اللي كان بيلعب مع بيراميدز. طبعا كينو، اللي اسمه كينو يمكن ده الوحيد وكان ليفل تاني خالص. بالظبط، لكن انا ما شفتش لعيب مصري سوري لاتيني جه مصر وادى بشكل، مش معنى كده ان دي قاعده ممكن يبقى، لكن احتمال اللي بيجوا يقعدوا يلعبوا في مصر ما بيبقوش اعلى مستوى، مش اعلى مستوى، لان انا شايف ان برونو سافيو من اللعيبه الكويسه يعني، الراجل كسبك ماتش سوبر، لكن ما اعرفش بقى هو اللاعب مش رجلين مش او مش 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 كوره بس، اللاعب برضو دماغ، ممكن تأقلم مع الثقافه، ممكن تأقلم مع الثقافه مش بيبقى قد كده، ليها معطيات كتيره قوي ممكن ما تبقاش كلها مبنيه او تقدر تطلع او تفرز او تشوف الشخص او اللاعب اللي ممكن، بالرغم انك انت بتشوف السعوديه لا هتلاقي انهم بيتأقلموا وبيتأقلموا. انا كخالد مرتجي بعتبر ان شمال افريقيا وافريقيا انسب حاجه لي، انسب حاجه، بس ارجع اقول ده مش بتاعتي. بعيدا بقى عن جانب فريق الكوره اللي حضرتك كنت حابب تتكلم فيه لانه مش اختصاصك، هل بتشوف بقى كمشجع للنادي الاهلي ان الكاس افريقيا الاخيره اللي عاد بيها الاهلي هي الاغلى في تاريخ، بعيدا طبعا عن مباراه النهائي القرن الاهلي والزمالك دي كده كده اعلى حاجه ما حدش ما فيهاش فصال، لكن تاني اغلى لقب في تاريخ الاهلي لبطوله افريقيا كان ده ولا الصفاقسي من رايك؟ الصفاقسي طبعا كان، يعني انا اقول لك حاجه، انا طلب مني سنه 2010 انا فاكر ان انا اعمل برزنتيشن عن النادي الاهلي من خلال فورم كان معمول في ماليزيا، وانا عايز اقول لك ان الجول بتاع ابو تريكا في الصفاقسي كان واخد مني يمكن 20 او 25% من البرزنتيشن. ليه؟ لان انا بعتبر ان ده تاريخ
النادي الاهلي ده كانت تاني سنه تخش بيها 2006 وتكسب ثالث العالم، بالرغم ان 2005 انت كان وحش قوي يعني، انت غلب كان السادس بعد اتحاد جده، من اتحاد جده. فانا بعتبر ان ده كان جول ابو تريكا، و2006 كانت نقطه فارقه في تاريخ العالمي للنادي الاهلي، لانك انت بعديها خدت الثالث 2006. ف 2006 طبعا حاجه كانت، وتوقيت الهدف افندم، وتوقيت الهدف كمان. لا لا بص 2006 دي حاجه كانت، انا اقول لك انا كنت حاضر الملعب، في الملعب كان معايا الدكتور محمد شاوي. انا اقسم لك بالله يعني انا عارف عارف العيال الصغيره، انا كنت عامل زي العيال الصغيره، كنت بعيط زي العيال الصغيره. وكنا قاعدين، كان في المقصوره الشرفيه كان قاعد فيها كابتن حسن وكابتن خطيب، وبعد ما جاب الجون لقيت كابتن خطيب خلي بالك هادي جدا، لقيته عمال يجري زي والله العظيم يعني كلنا، وانا رحت ناطط على المنصه فوق وقعدت يعني، لا كان حاجه كانت غاليه ايقوني غالي يعني، انا بعتبرها نقطه فارقه او هدف فارق في تاريخ النادي الاهلي العالمي، وتسويقيا كمان والله. انت لما اخذت ثالث العالم فعرفت تسوق لنفسك اكتر. انا مثلا كخالد مرتجي هذا الهدف كان له فضل عليا بعد ربنا، ان انا اتخذت اتحاد دولي، انا 2007 اتخذت اتحاد دولي، فلولا هدف ابو تريكا ووصلنا لكاس العالم للانديه في 2006 والبرفورمانس اللي عملناه وخدنا كاس، وخدنا الميداليه البرونزيه، ما كانش خالد مرتجي يبقى موجود على الساحه الدوليه. فبالنسبه لي انا من البطولات الغاليه جدا عندي، بس ما يمنعش ان ال11 دي غاليه جدا. طب غاليه جدا ليه؟ لانك انت اتظلمت في 2000 و يعني البطوله اللي قبلها ظلم باين، وبالتالي دي كانت زي ما تقول ايه، انت رجعت حقك من جوه عقر دار كازابلانكا، وبيدك من جوه عقر دار كازابلانكا. والحمد لله الهدف كان باين وكل حاجه، لان يعني في بعض الناس قالت لك مش عارف مين اللي جاب الجون والجون ما بانش وحاجات غريبه كده. فالحقيقه برضو انا بقول له ان الجون جه الحمد لله محمد عبد المنعم، واصلا متدربين عليها وكل حاجه، فبس وربنا كرمنا وخدنا ال11 الحمد لله. بعد ال11 مباشره حضرتك كان ليك تصريح موجه بقى على غير العاده لجماهير الزمالك، وبتقول ان انا بعتذر عن سوء الفهم، وان انا عمري ما قصدت ان انا اقلل من جمهور الزمالك ولا نادي الزمالك. كان ليه التوقيت ده تحديدا؟ وبرضو يعني شايف ايه اللي خلى اساسا الامور تتفهم غلط من تصريحات حضرتك ان انت بتقلل من نادي الزمالك؟ بص هقول لك حاجه، انا الحقيقه بعد الماتش، كان ماتش رجاء او ماتش احد الماتشات يعني، كان الاعلامي عمرو اديب كان استضافني بمداخلة، والحقيقة أنا قلت لفظ خني التعبير فيه، وبالتالي حسيت إن أنا لا تربيتي ولا نشأتي ولا أخلاقي ولا احترامي للجمهور المحترم وليس اللجان أو هزازين الرؤوس في نادي زمالك. أنا تربيت عارف قيمة نادي زمالك، لأن أنا ما تربيت أو ما اتولدت أبويا رئيس النادي، وكان من اعز اصدقائه كان حلمي زموره، وكنت بروح نادي الزمالك قبل ماتشات الاهلي والزمالك لما يبقى الماتش بتاع الزمالك، واروح اقابل حلمي زموره عشان اخد منه تذاكر عشان اروح بيها الماتش. وبالتالي كانت العلاقه محترمه ما بين الناديين، لان كان في رئيس نادي محترم مع رئيس نادي محترم. انا بقول من اعز اصدقائي ايمن يونس، كان هشام كان في وقت من الاوقات، انا اتربيت في وسط فاروق جعفر والخواجه ومحمد توفيق لما كانوا بيلعبوا ضد كابتن محمود الخطيب، انا اتربيت جوه المنظومه دي كلها. وبالتالي انا علاقتي بنادي الزمالك وناس كتير قوي، ناس حلمي طولان من اعز الناس انا بحبها، وبالتالي انا ما عنديش اي غضاضه بالعكس انا بحترمه، وبقول ان نادي الزمالك ده كيان كبير، انا نادي الزمالك على دماغي وجماهير نادي الزمالك المحترمه على دماغي. وبالتالي حسيت ان انا قلت لفظ ما كانش خني التعبير فيه، ولو انها كانت دعابه ما بيني وبين عمرو اديب، لان عمرو اديب صديق يعني، سواء هو او السيده حرم ولميس من اصدقاء معايا ومع مراتي، فوبالتالي كان مدعبه لكن الحقيقه ما كانتش في محلها. انا بقول دايما لما الواحد بيبقى في مصدر قوه وشايف انه عامل حاجه غلط لازم يعتذر. انت لما اعتذرت
وانا واخد ال 11 ربنا سبحانه وتعالى كرمني. انا اعتذرت لان حسيت ان انا غلطت في ناس محترمه ينتموا لنادي الزمالك، او يعني اتخذت مني العباره بطريقه غلط لناس محترمه انا بكون لها كل حب واحترام، سواء جماهير او سواء كيان او مؤسسه نادي الزمالك. دي حقيقه وطبعا حاجه تحترم جدا. طيب لو حضرتك اتحطيت في موقف استاذ خالد الجرنداني وتم ابلاغك انك مش هتكون في قائمه الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات، هل هتنزل منفرد ولا هتبتعد عنه؟ لا يمكن. انا تربيت في النادي الاهلي بحاجه اسمها القائمه، في رموز ولجنه حكماء بيحددوا القائمه اللي هتدير النادي الاهلي لاربع سنين قدام. مش معنى ان انا بره القائمه ان انا بره المنظومه او بره المجموعه، لا، انا ممكن افيد في حاجه تانية. وبالتالي اللي بيحب النادي الاهلي بيمشي بالمبدا ده، وبالتالي انا لو حصل هذا الموقف 100% كنت هبقى اول دعم للقائمه اللي طلبها رئيس النادي. انت النهارده هقول لك فلنفرض مثلا انت قلت ايمن اشرف، انا بحب ايمن اشرف، هل انت النهارده لو انت عندك رئيس زي كولر ويجي يقول لك ايمن اشرف هتقول لا لازم تاخده غصب عنك او بتاع؟ ما ينفعش. هو شايف حاجه معينه، هو بالتالي يبقى نجاح الحاجه دي بالرئيس بتاعه. وبالتالي لما كابتن خطيب شاف ان المرحله دي محتاجه حد، انا كنت اول واحد هبقى داعم للكابتن خطيب وللقائمه، زي وزي ما في ناس تانية طلعت بره القائمه كنت اكتر ناس دعمها، مثلا ابراهيم الكفراوي وكان معانا في المغرب، وحتى كابتن خطيب قال انا وحشني ابراهيم الكفراوي. فبالتالي انك انت بتخرج بره القائمه لا يعني معنى كده انك لا يعني انك انت بره المجموعه، سواء انت بتدير جوه او بتساعد من بره، هي كلها انت عايز النادي الاهلي ينجح. انا قعدت طب ما هو من 2000 ويمكن ايه من حاجه و90 كنت بشارك في دورات العربيه، يمكن عملنا دورتين عربيتين كنت انا موجود فيها من بره مجلس الاداره. 2001 ماتش القرن ما بيننا وبين ريال مدريد كنت انا اللي كنت المنسق، وانا اللي رحت واتفقت مع ريال مدريد وجبتهم بالطياره، يعني بره مجلس. مش معنى انك انت بره مجلس اداره انك انت مش ابن النادي الاهلي ومش ضمن المجموعه اللي تساعد النادي الاهلي سواء بره او جوه. انا دايما عندي يعني مقوله شهيره للكابتن طارق سليم رحمه الله عليه، يقول انا لو طلب مني ابقى بواب على بوابه النادي الاهلي هبقى بواب على بوابه النادي الاهلي. وده التفسير بتاع مقوله الاهلي فوق الجميع، ليس تكبرا انما هو ان هو مصلحه الاهلي فوق الجميع، هو ده ترجمه الموضوع بالظبط كده. هل بقى طيب بعيد عن الاهلي ممكن نشوف حضرتك في منصب اداري يخص الكوره بعيدا عن النادي الاهلي؟ لا، انا زي السمكه لو طلعت بره الميه. عارف ليه؟ لان انا ما اقدر، يعني مش حاسس ان في حاجه في مصر رياضيه بتدار بنفس الفكر ونفس المؤسسيه بتاعت النادي الاهلي، صدقني والله. وبالتالي انا عمري ما هعرف اشتغل لا في اتحاد كوره ولا في منتخب مصر ولا ما اقدرش، لان الفكر مختلف. وانا الحقيقه تو بي اونست برضه، يعني عشان مابقاش كداب، انا ليه وجهه نظر في حاجات كتير قوي بتدار انا شايف من وجهه نظري غلط جدا جوه النادي، جوه المنظومه الرياضيه. يعني ايه ابقى انا النهارده، مع كل احترامي على فكره كلهم حبايبي، يعني ايه ابقى انا النهارده عضو مجلس اداره وبشتغل في الاعلام؟ هات لي حته في العالم كله بتقول هذا الكلام. انت النهارده عضو مجلس اداره يبقى لابد انك انت تبقى رجل بتشتغل للمكان ده، وليس تبقى رجل اعلامي بتتكلم في حاجات تخص المكان اللي انت قاعد فيه. يعني انت اللي تنقد نفسك النهارده لما تيجي تفكر، انت فاهمني انا قصدي؟ فاهم طبعا. وبالتالي انا شايف ان في حاجات كتير غلط ماشيه في البلد، انا كرجل اتربيت جوه النادي الاهلي ما فهمهاش، ما اقدرش يعني اتقبلها. فازاي النهارده ان انا اقدر، يعني لما تلاقيش حاجه في النادي الاهلي كده، ما تلاقيش واحد عضو مجلس اداره في النادي الاهلي بيشتغل في الاعلام، هات لي واحد عضو مجلس اداره بيشتغل في الاعلام، مفيش حد. وبالتالي انا الحقيقه يعني شايف ان الطريقه بتدار بطريقه او يعني مش صح خالص، يعني تماما. يعني بمناسبه ماتش ريال مدريد اللي حضرتك تحدثت عنه من شويه في 2001، ما عادش ليه الاهلي، انا عارف ان هو بسبب اللي هو تقارب المواسم، بس مش الاهلي مش هيلعب ماتشات كبيره قريب وديه مع فرق عالميه زي ما عودنا يعني في السنين حتى الاخيره مش من زمان؟
انت ما عندكش جمهور، انت بتلعب بدون جمهور لغايه النهارده. انت النهارده بتحارب عشان تلعب ب 50,000. انت ماتش الترجي لعبت ب 10,000. انت انا اسف في اللفظ يعني، طبعا مع كل احترامي والناس الحقيقه بتساند، ويمكن احنا مكسبنا، احنا يعني شكرنا مؤسسات الدوله كلها، سواء المؤسسه العسكريه او مؤسسه الداخليه او الامن او الاجهزه، الناس كلها اللي وقفت ورانا. لكن انت النهارده عندك مشكله كبيره، انك انت ما عندكش جمهور. انت النهارده لعب ماتش كاس مصر امبارح بدون جمهور. مين في العالم يقول كده يا جماعه؟ الماتشات العالميه، كاس العالم، لا يقاس بكم جون دخل فيه، يقاس بحجم حضور الجماهير. بحضور الجماهير. حضرتك انت شايف النهارده ماتش كاس عالم نجح او ما نجحش بحضور الجماهير؟ شوف قطر عملت ايه يا جماعه. قطر عملت حاجه انا بقول الحقيقه يعني مش هتحصل تاني. انا ما شفتش ولا هشوف اللي حصل في قطر، كان الحقيقه يفوق الخيال. ولازم نشكر اللي قايمين على قطر. عارف ليه يا ابو حميد؟ علشان هم بيفكروا ما بيحاولوش يفكروا بنفسهم، لا بيجيبوا متخصصين، بيجيبوا متخصصين وبيدرسوا، وفي نفس الوقت بيشوفوا العالم ماشي ازاي يعني، وبيبتكر. يعني انت لما تشوف الجينيريشن بتاع السعوديه دلوقتي اللي هم اللي طالعين يمسكوا النهارده، ما تشوف النهارده اللي بتكلم حاجه 30 سنه 38 سنه، بس الناس دي اتعلمت كويس. يعني الجينيريشن القديمه علمت الناس دي كويس، وبالتالي الناس دي الفكر اللي خدوه والعلم مع ناس متخصصه جابوها بيطبقوه في بلدهم، هيكسروا الدنيا. انا بقول لك اهو، انا متاكد رياضيا النهارده قطر انا في رايي الشخصي اقوى اعلاميا النهارده. ما تيجي طبعا بينسبول. كل حاجه يعني النهارده بجد. انت للاسف الواحد بيحزن بقى علينا، بيحزن علينا النهارده ان انا العب ماتش امبارح بدون جمهور. ده انا سامع صوت العيال الصغيره وهي بت مش معقول يا جماعه، مش معقول ان احنا النهارده في سنه 2023 يتلعب مباراه بدون جمهور. هنا عايز اسال حضرتك على حاجه تانية برضو، بمناسبه ان انت بتتكلم عن غياب الجمهور وان هو ده بيؤثر ازاي في صناعه الرياضه في مصر، بس في نقطه بقى تانية هي الاعلام. بالنسبه لي انا بقى تخصني انا، ودي بقى بتحصل من الاهلي وبتحصل من كل انديه مصر. انا عن نفسي بتستفزني جدا مقوله قياس نجاح الجهاز الفني او الاداري بان هو قافل على الفريق ومش بيصرحوا اعلاميا، وكأننا في غابة أو إن إحنا الأسود وهم اللعيب. أنا بشوف إن هو مفترض إن اللعيب وكل المؤسسات الرياضية هي مجبرة إن هي تظهر لي مشاعرها وقت الحزن علشان زي وقت الفرح، لأن هو شو. مين اللي قال إن إحنا بنحجب؟ أنت بتحجب الإعلامية اللي هي كل يوم لعيبة تشتغل على السوشيال ميديا، واللعيب كل يوم يطلع لي في برنامج. لا ده طبعا لازم يكون هو ظهور منظم. النهارده انت عندك كرايتيريا معينه، عندك مؤتمر صحفي قبل الماتش بيدي لك، انا بتكلم مؤتمر صحفي بعد الماتش، انا بتكلم على افريقيا ما بيحصلش في مصر للاسف. عندك فلاش، لا عندك فلاش انترفيو، عندك ميكس زون، لا الكلام ده ما بيحصلش في مصر بالظبط. يبقى اسال الناس اللي مسؤوله على مصر. لكن انا النهارده وبقول لك ايه، انا اسف في اللفظ، هو اللي بيحصل في المؤتمرات الصحفيه ولا الاسئله اللي بتتسال من خلال الاعلاميين اللي موجودين، هل دي اسئله تتسال؟ لا طبعا احيانا بتبقى في، يبقى اذا انت المنظومه كلها محتاجه، هي المنظومه كلها ده اكيد محتاجه تنمي المنظومه دي كلها. فالنهارده لا طبعا، انا بقول النادي الاهلي بيحجب في اوقات اللي فيها معسكرات. ما ينفعش النهارده لعيب كل شويه يطلع عليه في مداخله والكلام ده كله، على فكره ده العالم كله مش انا بس. لكن انت عندك توقيتات معينه مقننه بتطلع فيها لعيبتك تتكلم، سواء بعد الماتش او مؤتمر صحفي قبل الماتش بيبقى حاضره المدرب مع كابتن الفريق. فلا، لكن ما ينفعش كمان تفتحها سلاح على متاح. كهرب، ايه موقفه الحالي؟ ايه اللي بيحصل مع اللاعب الفتره الجايه ورؤيه الاداره لازمته طبعا اللي هي بتهدده بالايقاف ان لم يدفع الغرامه الموقع عليه؟ كهرباء اتظلم 100%. مش عايز اخش في الحته دي، لكن ككهرباء اتظلم. اتظلم ازاي يعني؟ الحكم عليه اتظلم. اتظلم من في العقود والحاجات دي كلها يعني. النادي الاهلي عمره ما كان طرف ان هو خلى زمان الناس بتقول ان هو كوبري وان طلع على الفيز ولا مش عارف ايه ورجع تاني. الكلام ده مش مظبوط خالص، ابعد ما يكون عن الحقيقه والصراحه. النادي الاهلي لم يخاطب بجواب رسمي اي نادي كان بيلعب فيه كهرباء، وبالتالي كهربا لما جه باستغنته للنادي الاهلي.
بدون اي ده من الشق الرسمي ده الشق الرسمي على لكن نيجي نتكلم بقى دلوقتي حصل ان فعلا الفيفا عمل غرامه على كهربا وبالتالي كهربا لازم هيدفع طبعا 100% وهو بصدد ان شاء الله قريبا جدا ان هو هيدفع الغرامه يعني لازم تدفع فان شاء الله فيري سون الغرامه هتدفع يعني حصل في زي اسكرو اكاونت كده ما بينه وما بين ما بينه وما بينه وبنحط يعني محطوط فيه في جزء من الفلوس وان شاء الله الغرامه كلها هتدفع يعني وطروحه طرحت كده بجماهيريه في وقت سابق ان هو سبب تاخير الغرامه هو ان لا يستفيد منها الزمالك في سوء الانتقالات ده تاني الكلام مش مظبوط خالص يعني الزمالك اولا الغرامه بالدولار كانت ايام الدولار كان ب 18 جنيه النهارده الدولار ب الله اعلم بكام يعني في البنك ب 30 بره البنك بكام فما فيش شك ان اكتر واحد اتضرر في هذه الموضوع ما هو كهربا وليس نادي النادي الاخر يعني تاخير كان لتدبير الغرامه طبعا اكيد هي غرامه مش قليله بالذات انك انت في عصر في وقت يعني مش قادر تدبر عمله صعب فعندك عندك مشكله ف يعني يمكن من قبل التعويم الاخير ده لما كان في دولارات كان ممكن يبقى الدنيا الطف شويه لكن دلوقتي انت عندك مشكله كبيره قوي انك انت ازاي تقدر تدبر العمله دي لانك انت ما ينفعش تدفع الغرامه المصري لان قرار الفيفا معروف ميزانيه الاهلي السنه دي كم لو تقدر تفصح لنا السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت طبعا اللي انتهت 3 مليار وحاجه و80 مليون وده ارتفعت قد ايه عن السنه اللي قبلها ومتوقع انها تزيد قد ايه السنه لا السنه دي هتزيد ان شاء الله يعني عن الكلام خاصه مع الانشاءات حجم الانشاءات اللي اتعملت تصرف في حوالي يمكن مليار في الفرع الرابع فده هيعلي الميزانيه جدا ان شاء الله وتبقى حاجه محترمه طريق بكيان النادي هل في ظل الانشاءات الجديده الكتيره اللي بتحصل ممكن نشوف الاستاد اخيرا ولا هو بناء استاد ايه امر مختلف عن بناء فرع كامل للنادي بناء استاد امر مختلف تماما ان استثماراته مختلفه تماما انت بتبني استاد عايز تجيب من وراه عوائد ما بيبقاش استاد بس فالحقيقه شركه الاهلي للخدمات الانشائيه او المنشات الرياضيه بقياده المهندس ايمن اسماعيل يمكن قريب ان شاء الله هيبقى في حاجه هتبان يعني بالنسبه لمشروع الاستاد لان الاستاد ده حلمنا كله حلم محمود الخطيب بالذات كمان يعني خلي بالك ده راجل لاعب وكان نفسه ان هو يلعب في استاد الاهلي وبالتالي ان شاء الله باذن الله يعني في بشائر كده هتبان قريبا ان شاء الله ما اقدرش اتكلم عليها حاليا يعني. مهندس خالد انا بشكر حضرتك جدا انا سعيد ان انا اكون موجود معاك واتمنى ان انا ما اكونش اتقلت عليكم يعني أبدا. وانا اكون ان انا يعني رديت الحاجات اللي مطلوبه مني يعني كله على احسن وجه شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس خالد شكرا جدا لمشاهدينا ويعني ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم والى اللقاء في حلقات اخرى